بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمعكم حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ثلاث جمل عظيمة مفيدة. الجملة الأولى أن الله فرض فرائض فيجب أداؤها والقيام بها وعدم التكاسل عنها أو التقصير فيها أو تضييعها نهائيا. وهذه الفرائض في مقدمتها عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلق الإنسان من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي مقدمتها أيضا الصلوات الخمس التي كتبها الله في اليوم والليلة على العباد وأمر بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قوموا لله قانتين. والمحافظة عليها تعني أداءها على الوجه المشروع، وتعني أداءها مع الجماعة في المساجد، وتعني أداءها في وقتها الذي فرضه الله لها. فليس المقصود أنك تصلي صوريا على حسب رغبتك، وإنما المقصود أن تصلي كما أمرك الله سبحانه وتعالى. هذه الصلوات الخمس كتبها الله في اليوم والليلة، ولا بد من أدائها على كل مسلم، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا، ملكا أو صعلوكا. على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يصليها بحضور قلب وبطمأنينة وبخشوع وتلذذ بها، فإنها عبادة عظيمة تصلك بالله عز وجل، وتقف بين يديه وتناجيه وتدعوه وتذكره، فهي عبادة عظيمة. والمحافظة على الصلوات لا تثقلك شيئا كثيرا ولا تعطل وقتك، لأن الله جعلها في أوقات مناسبة الليل والنهار، لا تمنعك من طلب الرزق، لا تمنعك من الراحة ومن النوم بالليل، ولكنها تعينك على مشاق الحياة وعلى نيل المطالب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهي تعينك على مهامك وعلى المشاق وعلى الهموم التي تصادفك في حياتك فتستريح بها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، فكان يرتاح في صلاته لأنه يقبل على ربه ويقف بين يديه ويشكو إليه ويتضرع بين يديه. فهي راحة للقلب وراحة للبدن وراحة من الهموم ومن الأحزان والوساوس، فهي عبادة عظيمة.
فلا يجوز للمسلم أن يضيعها. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي واديا في جهنم، إلا من تاب وعمل صالحا. فمن ضيع الصلاة فهذا جزاؤه، أنه يلقى غيا والعياذ بالله، وهو واد في جهنم. قالوا: لو سجرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعدهم مع أنهم يصلون، لماذا؟ لأنهم عن صلاتهم ساهون، يؤدونها بغير حضور قلب وينشغلون عنها ولو كانوا يصلون، وكذلك يؤخرونها عن وقتها، يصلونها على حسب أهوائهم، فهم ساهون عنها ومضيعون لها. فليس المقصود أن الإنسان يصلي مجرد صلاة، وإنما المقصود أن يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل الصلاة إلا إذا أديت على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى، لا على الوجه الذي يريده الإنسان حسب رغبته وفراغه. فالصلاة أمرها عظيم، وهي الميزان، فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، نسأل الله العافية. فرض فرائض فلا تضيعوها. الجانب الثاني أن الله حرم أشياء لأن في تحريمها مصلحة لنا وحماية لنا، لأنه سبحانه لا يحرم علينا إلا ما فيه مضرة، ولا يشرع لنا إلا ما فيه مصلحة لنا. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله حرم أشياء من المطاعم، من المشارب، من الملابس، من المناكح، من المآكل والمشارب، حرمها لما فيها من الضرر والخبث وسوء العاقبة. فيجب على المسلم أن يتجنب ما حرم الله عز وجل من جميع الأعمال، أو من جميع الأقوال، أو من جميع المآكل والمشارب وغير ذلك، لأنها ضارة، ولأنها تغذي تغذية خبيثة، ولأنها تؤثر في القلوب. فيجب على المسلم أن يأكل من الحلال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فيتجنب ما حرم الله من المآكل والمشارب والشهوات المحرمة، يتجنبها لأن الله حرمها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وحفاظا على نفسه وعلى صحته وعلى أخلاقه، فإن هذه المحرمات كلها شر على الإنسان، فلا ينتهكها الإنسان ويتبع شهوة نفسه الأمارة بالسوء، أو يتبع الشيطان الذي هو عدوه ويدعوه إليها، أو يستمع لدعاة الضلال والإباحيين والمنافقين الذين يدعون إلى هذه الأمور ويقولون: لا تتحجروا، لا تنغلقوا، لا لا، افتحوا لأنفسكم باب المتعة والفسحة، كذا يقولون. فعلى المسلم أن يتجنب المحرمات، وإن زينتها له نفسه، أو زينها له الشيطان، أو زينه لها أعوان الشياطين، فيتجنب المحرمات لأنها شر ووبال عليه. وإن وجد منها لذة حاضرة فإنها تعقب عاقبة سيئة والعياذ بالله. والإنسان ينظر إلى العواقب، الإنسان العاقل ينظر إلى العواقب،
وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.